عسلامة مسيو. أختي عسلام. مرحبا بيك، قدم لنا روح. وبيك عايشة. كان اسمي عماد، نعيش في ألمانيا في قريب لفرانكفورت. قديش عندك مقيم بالخارج؟ والله أنا خرجت 2011 من تونس، يعني وقت الثورة حرقت كذا، بعد رجلت أموري وكاو، يعني من 2011 توفى مطمع بريسك 12 سنة. انت مجموعة اللي حرقوا في الثورة. صحيح. تعديوا برشا صعوبات اكيد. برشا صعوبات، برشا برشا برشا، يعني واحد تحكي لنا على الصعوبات اللي مريت بها. ما والله حرقت كالناس الكل، نمشي غادي لقيت روحي في الشارع عن بيت البرة على كاردونا كذا. وصلت عشت صعوبات هذه. بطبيعة بطبيعة، الناس اكثرية الناس عاشتها قطر، انا ما عندي حد غادي، حتى كان فما فيهم فامية ولا حاجة ما يعاونك حد، ما الورت مرمت وحدي باش ما نحشمش روحي كذا. شفناهم الكل الحاصل في الشارع والحمد لله ما زلنا نعيش، وهذيك هي الدنيا. شنو اصعب حاجه عشتها في بدايتك؟ بدايتي تقصد بدايتي في الغربه؟ صحيح. بعيد على دارنا، ما عندك حد، ما عندك شوين تبات، ما عندك شوين تسكن، ما عندك شوين تدوش، مش فلوس، مش فلوس، ناقص في دبشك، في ماكلتك، كلش. معاك معناها توينسا برشا عايشين معاك نفس الوضعية؟ فوت مراحل، انا فوت مراحل، مثلا حرقت لامبادوزا، بعدها هزونا لإيطاليا. إيطاليا شفت ميلانو، يعني شيء يعني يوجع القلب. هنا تونس برشا، لا تونس العاصمة، طيارة على ميلانو بألف مرة، نقصد يعني من ناحية شيء يوجع القلب، الناس بات البرة، ناس تزرق، ناس تعمل في كل شيء يعني. توينسا؟ اي توينسا بطبيعة، فما جنسيات اخرى اما اكثرهم توينسا، فما من العاصمة من المدن الكل، ويكلموا في ديارهم لباس وجو نحلى جو، اما الناس كل تطلع البرة البرة يعني في الشارع، ومأساة مع الحاكم غادي معاملة خايبة، خاطر التوانسة زادة خايبين، مش الحاكم روا خايب، خاطر نحنا ناس خايبين. فما ناس يعيشوا بسيستم تونس غادي نفس العيشة، ما هيش مشكلة تبيع حاجة ممنوعة ولا ليه، أما بركاجات حكايات ما خارجين عن نطاق، حضبة كيف في الشارع وحاجة ما تجيش جملة. وليلة محمد رسول الله، يعني بعد شفت مشيت من إيطاليا، خرجت مشيت لفرنسا، خاطر إيطاليا لقيتها ما بقاتش برشا، ديجا يمكن جمعتين ثلاثة، مشيت لفرنسا باريس، يعني بصراحة صدمة كانت لي، باريس أكثر من ميلانو، أكثر من إيطاليا، وضع متأزم غادي. معناها زدت عشت صعوبات في باريس. طيب باريس صعيبة برشا، لقيت روحي كل يوم شد في صف باش ناخذ صحفة شربة كاسكروت، برشا برشا نبات هكايا، مرة في الشارع مرة فما لي سوسيال غادي يهزوا يبيتونا، وبدات هكايا. كان بعد كرهت روحي، خرجت من فرنسا، خاطر لقيت نسأل في توانسة عندهم 12 و13 سنة و15 سنة ويباتوا لبرا وما غير أوراق ونفس العيشة لتو، يعني وأنا متأكد يعني ما نجمتش معناها تقاوم العيشة هذيك. أنا خرجت على أساس أنه يا باش نرجل أموري يا باش يبقى الوضع كيك نروح لتونس، يعني لا نسكن في بيتك خير عاد هوني. أنا وتونس يعني ما نخدم باتيسرية، أنا كنت هنا يعني تونس أحسن. من بعد آخر قرار خذيته مشيت لألمانيا، خاطر سمعت عليها أنه باهية غادي تلقى سكنة يعطوك يعاونوك، واللي مشيت له لقيته بصراحة يعني عاونوني، عطوني وين نسكن، على أساس عملت لجوء وهرب من تونس. وواحد يعطوك جوست وقت عام عامين لازمك ترجل أمورك، خاطر ما فماش هذه لغة اللجوء. الحمد لله لقينا مرأة ورجلنا أمورنا والحمد لله عندي تو ثلاثة صغار، ثلاثة بنيات وكاو. كيفاش احكي لنا تجربة زواجك؟ والله كيفاش نقولها لك، فما كنت نمشي في البلاصة اللي نعيش فيها، قهوة متاع تونس، هي قهوة نقولوا في ألمانيا، في ألمانيا عرفت فيها المرأة متاعي، يعني حكيت معاها شفتها مرة اثنين، هي ديما تقعد يعني بسيما يعني برسك يومين، حكيت معاها والحمد لله. بعد قديش ملي مشيت لألمانيا؟ بعد 3-4 شهور. يظهر لي ما عندك حتى حل غير انك تتزوج ألمانية وقتها. باب ديريكت حط في راسي باش ندبر امراه ريقل اموري ولا تونس احسن، خاطر حل اللي مشيت لألمانيا ديجا ضيعت انا عامين، يعني بلجيكا فرنسا ايطاليا كذا، وشفتهم كلهم يعني ما النيفو خايب برشا في العيشه كلي، نحنا حتى اللي الناس اللي عايشين بوراقهم غادي راه ما فما حد شيء، امورهم تعبه برشا، يعني نعاودها مره اخرى، ايطاليا فرنسا وبلجيكا أبار فما كعبات أمورهم واضحة، خاطر من قبل عندهم مشاريع كذا، غيره ما فما شيء. حكيت لمرتك على الصعوبات اللي تعديت بها؟ حكيت لها، صارت لها صدمة، قلت لها راني خرجت مثلا من تونس في شقف كذا وزعمة متنا وبقينا نهارين في الماء، وواحد ما كانش تتوقع أنه فما ناس هكا ولا، وحكيت لها أنه الناس تعاني يعني في برشا بلايس، قلت لها أنه أنا تعديت على باريس
فرنسا ايطاليا بت البرة بت حتى في انفاق هذه مسكره ما فيها شيء ولا بت حتى في بلايص خايبه يعني والحمد لله لبستني وقت ما عنديش شريت لي كلش واكلتني الحمد لله ورجعنا ذاك كل ورجع الحمد لله رجعته لها وما زلت نرجع يعني زوجة هذي عندها فضل كبير عليك فضل كبير هي عرفتني وقت لي انا حوايج مقاطعين يعني بالاخرى حقيقه هذا يعني والحمد لله لقيت فيها الخير والى يومنا هذا تجري ورايا ويرحم والديك ووالديه وهذه هي الحياه. انت من الاول كان ما عندك حتى حل غير انك تاخذ اجنبيه. من بعدك حبيت على المراه هذه؟ صحيح كانت من الاول لازم انه تلقى اجنبيه. انا فتك بالحديث تعديت مراحل يعني حتى صحبت شكون اكبر مني في العمر وعرفت انه ما مثلا قوانين في المانيا توا وتبدلت شويه صعبه مراه كبيره باش تاخوها باينه انه باش تعمل منها الاوراق هذه 5000% ويصعبوا لك القانون وكذا. بعد بدلت لقيت كل مره نلقى معها احسن لقيت هذه المراه هذه لقيت فيها الخير وحبيتها بطبيعه لا المحبه حبيتها صحيح. شنو القانون الجديد ماله؟ والله يختي بحكم كثره الاجانب في كل بلاصه يعني نحكي في الاوروب صعبوها ديما يلقوا انه مثلا شكون عارس بمراه كبيره اليوم بعد عام مش بعد شهر شهرين لا يعطوا بعد عام ونص يعطوا الاوراق ياخذوا الاوراق منا تسبالا خير منا يعني خليهم يمشي ولا التشكيات ولا برشا حاجاتك هو يعني ماكش تقصد في الاجنبيه مع تشعاتي الثقه تقصد في القانون نتاعهم معناها فما صعوبات اي هو القانون ولا ما ولا كدوله ولا معاش يعطوا ثقه في الاجانب خاطر كل واحد يعمل اوراقه يولي من بعد عفريت بلغه اخرى يعني ما ينجموا يكونوا متفاهمين ساعات يبدو ما ننحي متفاهمين ما فهمت يعني الاجنبيه تفاهمت مع تونسي مثلا ولا اي واحد اخر فهمت معك بشريك الاوراق صحيح فما هذوكم يعني انا كنت نسمع بهم حتى لتوا يقول لك مثلا ب 30 مليون 40 مليون تعرس كذا وتاخذ اوراقكم بعد تمشي نسمع بهم ما ريتهاش ما هي سهله الحكايه وفما برشا ناس تحايلوا عليها على فكره يعني ما هي سهله لازم المراه هذيك لازمك تسكن بحداها فما كنترول تجي اخر الجمعه يشوفوا اسكو انت غادي تسكن معاها مش هكاك ما هي سهله الحكايه وامور ماديه زاد شكون عنده 30 مليون باش يعطيهم لمراه باش يعمل اوراق غادي زاد صعيبه شويه هذه حقيقة حسي لو ميرسي بوكو مسيو خلي لك كلمه الختام والله باش نقول تونس من احسن بلدان تونس بلادنا طياره على فكره الغلاء المعيشه وكل شيء زاد عنا غادي ملي دخلت كورونا والناس ما تشكاش متقبلين الامر الواقع ريت الناس صباح عشيه ليل بلاد خايبه انا ديما نقول من احسن بلدان بلادي نحبها وعشنا فيها احسن لحظات لكن توا بارتو راهي الدنيا غلات والوضع صعب ما عادش كيما قبل مش كان في تونس الور خلينا مكل تحطيم البلاد وسيب علينا ونمشوا نحرقوا تحبوا تحرقوا برا وما راهي الدنيا صعبت واحد ولا 2% تحل معاهم مكاية ساعات تجيك كيا حاجه تحل معاك اما مش الناس الكل بصراحه يحرقوا نشوفها من يومنا هذا ساعات نمشي نعمل انا طلات ايطاليا حاجه ندور نشوف في اوضاع بصراحه خايبه وخاصه توانسه ان شاء الله ربي معهم الناس الكل وربي معنا شكرا.